السلام عليكم طلاب جريد 6، ان شاء الله هنحل مع بعض اسئله ليسنز 1 اند 2 في يونت 2 في كونكت بلس. بدايتنا هتكون من البوب كويز اللي في بيج 49 في كتاب المعاصر. تشوز ذا كوركت انسر. نمبر 1، ماي بيدروم از فيري بيج، غرفه النوم بتاعتي بتكون كبيره جدا. سو اي نوت ات ويز ماي براذر، عشان كده انا بعمل لها ايه مع اخويا. سو اي شير ات، عشان كده انا بشاركها مع اخويا. نمبر 2، نقط از اكوايت ديفيكولت بورد جيم، لعبه لوحيه بتكون الى حد ما صعبه. اللعبه دي اسمها ايه؟ تشيس، لعبه الشطرنج. عندنا بعد كده نمبر 3، اي يوجوال نقط كوميك بوكس وذ ماي فريند اند توك اباوت ذيم، اي يوجوالي سواب، انا عاده بتبادل الكتب المضحكه مع صديقي وبنتكلم عنهم. نمبر 4، الي از، علي بيكون ايه؟ He likes playing volleyball and tennis. هو بيحب ان هو يلعب الكرة الطائرة وبيحب يلعب تنس. Ali is sporty. علي بيكون رياضي. Number 5, I usually watch not on TV. انا عادة بحب ان انا اتفرج على ايه في التلفزيون. They are funny. وهم بيكونوا مضحكين، يعني هم بيضحكوني. ايه دول؟ cartoons، افلام الكرتون. نمبر 6، نقط از ماي فيفوريت درينك، بيكون المشروب المفضل بالنسبه لي. اتس اوفن تشوكليت اور فانيلا، غالبا بيكون معمول من الشوكولاته او الفانيليا. المشروب ده اسمه ايه؟ ميلك شيك، لبن مخفوق. نمبر 7، نقط از ا بارت اوف ا ماشين ذات ميكس سمثينج موف، بيكون جزء من الاله وهو اللي بيخلي الشيء او الاله تتحرك. بنقول عليه ايه؟ موتور، الموتور هو اللي بيعمل كده. نمبر 8، ريفريجيريترز، التلاجات، بلندرز، الخلاطات اند توسترز، وكمان التوسترز ار نوت ذات وي يوز ان ذا كيتشن، بيكونوا ايه؟ احنا بنستخدمهم في المطبخ، بيكونوا ابلاينسز، اجهزه احنا بنستخدمهم في المطبخ. عندنا بعد كده نمبر 9، ذا شارب ايه ان ذا بوتوم اوف ذا بلندر ات شوبس ذا فود، ذا شارب بليد، الشفره الحاده اللي بتكون في قاع او في اخر الخلاط وبتقطع الاكل، بنسميها ايه؟ ذا شارب بليد، شفره حاده. نمبر 10، نوت از ا تايب اوف ميديسين، نوع من الدواء. ذات ستوبس يو جيتنج ايل، بيمنع او بيوقف ان انت تمرض، بنسميه ايه الدواء ده؟ فاكسين، لقاح. نشوف بقى باقي الاسئله. بيج 55 في كتاب المعاصر. اول سؤال، سؤال ليسن نمبر 1، ستيفن بيبلوسكي، نوت ذا بلندر ان 1922. المعلومات دي طبعا كلها عدت علينا. ستيفن بيبلوسكي عمل ايه للخلاط سنة 1922؟ invented، اخترع الخلاط. نمبر 2، he put a sharp A in the bottom of a tall glass. he put a sharp blade، هو حط شفرة حادة في قاع او في اخر الكوب الطويل اللي احنا بنقول عليه الشفشق، يعني بتاع الخلاط. نمبر 3، he added a نقط motor. he added a small motor، هو أضاف أو حط موتور صغير. نمبر 4، ذا نوت تيرنت ذا بليد، مين اللي بيشغل الشفرة بتاعت الخلاط؟ طبعا ذا موتور. عندنا بعد كده السؤال نمبر 2، ريد اند كومبليت ذا تكست، عندنا شير، يشارك، هابي، سعيد، روم، غرفة أو حجرة، بيت، سرير، ديسك، مكتب. وي موفد انتو ا نيو ابارتمنت ا مانث اجو، احنا انتقلنا أو عزلنا ورحنا شقة جديدة منذ شهر. I'm so happy، أنا بكون مبسوط جدا. إيه السبب؟ Because I have a new bedroom، عشان أنا بقى عندي غرفة نوم جديدة. I love my new room، أنا بحب الغرفة الجديدة بتاعتي. It's a very light and comfortable room، عشان هي بتكون غرفة مشرقة وكمان مريحة. I not it with my brother، I share it، أنا بشارك الغرفة دي مع أخويا ماجد. And we are good friends، وإحنا بنكون أصحاب جيدين، هو وأخوه يعني بيكونوا أصحاب. We have a long desk، إحنا عندنا مكتب طويل. For our PCs، عشان الكمبيوترات بتاعتنا. So عشان كده we can do our homework in our bedroom، إحنا بنقدر إن إحنا نعمل الواجب المنزلي بتاعنا في غرفة النوم بتاعتنا. That's much better than doing it، وده بيكون أفضل بكتير من إننا نعمل الهومورك فين؟ In the living room، في غرفة المعيشة.
طيب ايه السبب؟ there is too much noise there، عشان هناك في غرفة المعيشة بيكون في ضوضاء كتير. from our little sister and the TV، الضوضاء دي بتيجي من اختهم الصغيرة وكمان من التلفزيون. read the following text. هاي ليلى، اهلا يا ليلى. it's grandma's birthday next week، عيد ميلاد الجدة الاسبوع اللي جاي. and we are organizing a special party for her، واحنا عاوزين ننظم لها حفلة خاصة عشانها. if we don't tell her، لو احنا ما قلنا لهاش عن موضوع الحفلة ده، عن موضوع الحفلة اللي هم عاوزين يعملوها لها، it will be a big surprise، هتكون مفاجأة كبيرة بالنسبة للجدة. uncle امير and his family، عم امير واسرته are arriving on Friday، هيوصلوا يوم الجمعة. if they bring lots of presents، لو هم جابوا معاهم هدايا كتير، we will hide them in my room، هنخبي الهدايا دي في الغرفة بتاعتي. mom is going to cook lots of special food، ماما هتطبخ لنا طعام كتير خاص طبعا عشان المناسبة دي. if the weather is not too hot، لو الجو ما كانش حر قوي، we will all eat outside، كلنا هناكل بالخارج، هيطلعوا بره ياكلوا. I'm helping my sister to make a cake، أنا هساعد أختي في عمل الكيك. we are going to use mom's new food mixer، هنستخدم خلاط الطعام الجديد بتاع ماما، هيستخدموه عشان يعملوا الكيك اللي هم هيعملوه. dad is buying some special decorations for the house، بابا هيشتري بعض التزيينات عشان المنزل، هيزينوا البيت يعني. it will look really pretty، والمنزل أكيد شكله هيكون جميل. when we put lots of lights around the house، لما نحط كمان بعض الأضواء حوالين المنزل. everyone will come to our house، الكل هيجي للمنزل بتاعنا. an hour before lunch، قبل الغدا بساعة. then dad، وبعد كده بابا، will drive to grandma's house to collect her، بابا بقى هيركب العربية بتاعته ويروح يجيب الجدة ويحضر الجدة عشان طبعا تنضم ليهم، عشان تتفاجئ بالحفلة اللي هم عاملينها لها. it's going to be great، أكيد الموضوع هيكون رائع. choose the correct answer. number one، the main idea in the letter is about، الفكرة الرئيسية في الخطاب، الخطاب بيتكلم عن إيه؟ grandma's birthday، عيد ميلاد الجدة. number two، the underlined word collect means إيه؟ كلمة collect اللي تحت منها خط في الليتر معناها إيه؟ عاوزين كلمة تانية تساويها في المعنى. collect here يعني bring here، يحضرها، يحضر مين؟ الجدة. الأب والد سميرة هيروح يجيب الجدة عندهم في البيت. number three، the party will be at Noah's house، البارتي، الحفلة هتكون في منزل مين؟ سميرة's house، في منزل سميرة اللي كتبت الليتر اسمها سميرة، وزي ما هي قالت لنا في الليتر ان الحفلة بتاعت الجدة هتكون في منزلها، هتكون في البيت عندهم. number four، do you think grandma will like her birthday party؟ هل انت بتعتقد ان الجدة هتحب حفلة عيد ميلادها دي اللي هم هيعملوها لها؟ طبعا يا ولاد هتحبها، في حد لاقي حد يعمل له حفلة؟ يا ريت انا حد يعمل لي حفلة. طيب هنعمل ايه بقى؟ خلينا بقى في السؤال، هنحول يو الى ايه؟ الى اي، لان انت بتتكلم عن رأيك. yes I think so، لو انت عاوز تكتب اجابة مختصرة هتكتب كده، yes I think so، نعم انا اعتقد ذلك، ايوة ده اللي هيحصل يعني. طيب لو عاوزين نكتب بقى اجابة كاملة، اجابة طويلة، هنقول ايه؟ yes I think she will like her birthday party، أيوة أنا بعتقد إن هي هتحب حفلة عيد ميلادها. طبعا هنشيل الناون اللي هو grandma ونعوض عنه بالضمير بتاعه اللي هو she، زي ما أنتوا عارفين بنشيل الناون وبنعوض عنه بالبروناون، تمام. طيب number five، how will سميرة help، سميرة هتساعد إزاي؟ هتعمل إيه سميرة؟ كانت هتعمل إيه يا أولاد؟ كيك. طيب فين بقى الإجابة؟ سميرة هي اللي بتقول عن نفسها I، يبقى هنا هنقول she is بقى، she، لو عاوزين نكتب إجابة كاملة هنقول she is helping، وهنشيل طبعا يا أولاد my sister، هنقول her sister، هنحول الضمائر. she is helping her sister، هي هتساعد أختها to make a cake، ماشي؟ طيب دي الإجابة، هنا هنكتب number five. عندنا بعد كده إيه؟ عندنا بعد كده أسئلة تشوز.
Number one, if it is hot tomorrow, لو الجو بكرة كان حر, I can not a smoothie. بعد كان أو أي فعل ناقص لازم ندور على الفيرب في الانفينيتيف, الفعل في المصدر بدون أي إضافات. فين يا مس الفيرب في الانفينيتيف؟ Number C, make. Number two, I'll not a new apartment if I have a good job. نفس الكلام عندنا will فعل ناقص, يبقى هندور على الانفينيتيف باي. Number three, people not get sick if they have the vaccine. عاوز يقول لنا يعني الناس مش هيمرضوا لو هم أخدوا اللقاح. دي قاعدة مين؟ if. الجملة اللي بعدها في زمن المضارع البسيط, لازم احنا قلنا سواء عندنا الزيرو conditional أو الفيرست conditional, الجملة اللي بعد if مباشرة لازم تكون في زمن المضارع البسيط. طيب الجملة اللي قبلها يا مس, احنا هنا عاوزين نتكلم عن مواقف مش هتحصل في المستقبل, يبقى هندور على will ولا want؟ لا يا مس مش هتحصل, عاوزين النفي, يبقى هنجيب مين؟ want. People won't get sick, الناس مش هيمرضوا لو هم أخدوا الفاكسين, يعني الحاجة دي مش هتحصل بس فين؟ في المستقبل. Number four, if my friend, أنا لسه قايلة الكلام ده بعد if, الجملة اللي بعد if هتكون في زمن إيه؟ مضارع بسيط. My friend اسم مفرد, يبقى هندور على الفيرب اللي آخره اس, عشان الاسم المفرد بيحب مين يا أولاد؟ بيحب الفعل اللي فيه اس, يبقى الاختيار الصح visits. Number five, they not plant red flowers if they have space. I'm not sure. بصراحة كده أنا مش متأكد من الكلام ده. مين بتاعت عدم التأكد؟ مي. أول ما أشوف جملة I'm not sure, أنا مش متأكد, أجري على طول أختار مي. Number six, we will. يا مس عندنا will فعل ناقص, يبقى على طول نجري نختار مين؟ الفيرب في الانفينيتيف go. Number one, make milkshake. She to uses a blender. She uses, هي بتستخدم ايه؟ a blender, الخلاط. ليه؟ to make, عشان تعمل milkshake. Number two, comic. We books love swapping together. We love, احنا بنحب swapping, ان احنا نتبادل كوميك بوكس, الكتب المضحكة أو الكتب الكوميدية, together معا أو سويا. Number three, at, have, do a refrigerator home you. Do you. بعد كده هندور على الفيرب في الانفينيتيف. Do you have, هل انت عندك a refrigerator, ثلاجة في المنزل, at home. آخر سؤال, write an email عن إيه؟ عاوزنا نكتب إيميل عن your bedroom, غرفة النوم بتاعتك, عن الدرس بتاعنا. يعني الموضوع سهل جدا ومديك كلمات هتساعدك, comfortable, desk, chair, computer games. الإيميل مجاب عنه في نهاية الكتاب يا أولاد, مش هتلاقوا أي جملة جديدة, هتلاقوا يعني كل الجمل اللي احنا أخدناها في الدرس بتاعنا أو في الدروس بتاعتنا. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله. الفيديو الجاي هيكون شرح lessons 3 and 4. سيبالكم لينكات الجروبات بتاعتي التليجرام في الديسكريبشن, اللي حابب ينضم بنزل عليها كل جديد. ودلوقتي هقول لكم باي.